الجمهورية والسادة المشاهدين ببيان رئاسة الجمهورية حول الحدث الهز العالم بالأمس، حيث نعت رئاسة الجمهورية بمزيد من الحزن والأسى وفاة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وتقدمت رئاسة الجمهورية باسم قيادة وحكومة وشعب مصر بصادق التعازي وخالص المواساة إلى الأسرة الملكية البريطانية وإلى المملكة المتحدة وحكومتها وشعبها الصديق. وقالت رئاسة الجمهورية: لقد كانت جلالة الملكة إليزابيث الثانية مثالا رفيعا يحتذى به في تفانيها في خدمة شعبها وبلادها على مدار أكثر من 7 عقود، ساهمت خلالها في تقديم نموذج فريد للقيادة الملهمة وللقيم الأخلاقية النبيلة ولتحمل مسؤوليات شرف تمثيل شعبها ووطنها باقتدار وحكمة، وللعمل الصادق من أجل مد جسور السلام والتعاون بين الشعوب والحوار بين الأديان والثقافات، تعظيما للقيم الإنسانية المشتركة بين الحضارات حتى أصبحت رمزا محل تقدير العالم بأسره. وتابعت: إن جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا تعرب عن مشاطرتها للمملكة المتحدة وشعبها ببالغ الحزن والألم لهذا الفقد الكبير، فإنها تدعو الله أن يلهم أسرتها وشعبها ومحبيها في بريطانيا وحول العالم الصبر والسلوان. يعني أكيد حدث يعني ألمنا جميعا، وامبارح هز العالم بأسره، لأن الملكة إليزابيث يعني مش بس لأنها هي كانت أكبر ملوك العالم، وعلى مدار 7 عقود يعني تربعت على عرش المملكة المتحدة، ولكن لأنها كانت شخصية مفعمة بالحيوية والنشاط حتى آخر لحظات من عمرها، وكانت دايما بتقاوم يعني التحديات، شهدت على أحداث كتيرة من بداية الحرب العالمية الثانية والعديد من الأحداث وصولا ل2022 وبالأمس تحديدا في وفاتها. كيف قرأت هذا البيان؟ وطبعا أكيد علاقات مصر وطيدة وقوية وتاريخية صحيح. بين مصر وبريطانيا صحيح، يعني طبعا شيء يعني رائع وممتاز من الدولة المصرية حرصها على العلاقات الدولية، وخصوصا طبعا علاقتها بالدول الكبرى. احنا بنتكلم علاقتنا ببريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، يعني من أقوى العلاقات، وبريطانيا يمكن بحكم ان هي كانت دولة احتلال قبل كده، ويعني أول قطارات في العالم اتعملت، يعني احنا المحطة بتاعتنا هي شبيهة بالمحطة اللي معمولة في لندن، مزبوط. وبالتالي كانت من أول القطارات في العالم، السكك الحديدية. وبالتالي السكك الحديدية ده بيدل على أني لا، كان هناك تقدير لقيمة مصر في هذا الكلام، بغض النظر طبعا عن فترات الاحتلال اللي احنا كلنا طبعا كنا بنرفضها تماما، واللي في الآخر عن طريق القوات المسلحة المصرية تم الجلاء عن مصر، لكن تظل العلاقات الطيبة ما بين مصر وما بين الدول الكبرى، وبالتالي هذا النعي لملكة خدمت شعبها فترات طويلة جدا، وكانت في فترات عصيبة جدا مرت بسفينة بلادها إلى بر الأمان في الكثير من المواقف، وليها مواقف كثيرة جدا مع كثير من دول العالم، فخالص العزاء طبعا لبريطانيا حكومة وشعبا. أكيد.